اهلا 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 بحضراتكم احنا اتفقنا قبل الفاصل ان احنا عايزين نتكلم عن الانتخابات الرئاسيه دي النتيجه وبالتاكيد هذه النتيجه لها دلالات وهذه النتيجه كان لها مسببات وفي نفس الوقت في عندنا تحديات وملفات زي ما انا كنت بقول لك هي مش بس امام الرئيس هي امام كل واحد فينا كمان خلونا نرحب جدا وبشده بضيفنا العزيز الكاتب الصحفي الكبير دكتور محمد الباز رئيس مجلس اداره وتحرير الدستور ازاي الصحه اهلا بيك ازاي الحياة؟ اول مره بقى تنورنا اول اول أول, اول مره التلفزيون يا سلام التلفزيون يعني <applause> التلفزيون نور <applause> نبدا من اول فين نبدا من اول فين خليني اقول لحضرتك انه كان في تحدي كبير جدا ومهم انه كان في حرص على تصدير صوره استباقيه للانتخابات المصريه. حلو. انه هذه الانتخابات سيكون هناك عزوف كبير عن المشاركه فيها. مم. هذه الانتخابات ستكون مسرحيه هزليه. هذه الانتخابات لن يكون فيها منافسين اقوياء ولكن سنيده للرئيس. وكان بيتم التخطيط لرسم ملامح هذه الصوره بدقة شديدة جدا وعلى مساحة واسعة يمكن هذا السيناريو اتعطل بأحداث غزة وفاهم انه سيناريو مرسوم من منصات معروف يعني تمويلها وموقفها اللي حصل انه لو فرضنا انه هذه الصورة كانت صدرت فانت وجهت ضربة ضخمة جدا لهذه الصورة إنه عندك انتخابات حقيقية بشكل بشكل كبير ونقدر نتكلم في ده ليه هي انتخابات حقيقية. عندك مرشحين أربع مرشحين مرشح كان مستقلاً وثلاثة جايين من أحزاب معروف تاريخها حتى لو لم يكن لها تواجد وأثر كبير في الشارع لكن تاريخها معروف. اللي موجودين كانوا معروفين في المجال السياسي مش في المجال العام لكن كان بسهوله ان هم يعرفوا في المجال العام بعد كده وقالوا واعترضوا واتكلموا وكانت الناس مش متخيله انه الاعلام هيلعب هذا الدور بالاتاحه المطلقه لكل مرشح يقول ما يشاء وما يريد لدرجه انه الانتقاد تجاوز في بعض الاحيان شخص الرئيس بمنصبه مش بشخصه يعني في اداؤه وفي ترتيب اولوياته اتقال هذا الكلام وسمع هذا الكلام ليه الانتخابات نجحت كل العناصر الناس بتتكلم فيها مهمه بتتكلم عن الهاله الانتخابات بتتكلم عن الاعلام بتتكلم عن مشاركه الاحزاب والتعدديه كلها مهمه لكن نجاح الانتخابات دي لازم نبص له فكره كبيره جدا لأنه إحنا قدام حدث كبير دخلناه بأفكار كبيرة وهنخرج منه حتما بأفكار كبيرة الفكرة الكبيرة اللي دخلنا بيها هذه الانتخابات إنه لو لم تكن الدولة المصرية في حالة اكتمال ما كانش الانتخابات دي نجحت بمعنى إيه بمعنى إن أنا قدام دولة عارفة مواطنيها بالفرد في عقود سابقة كانت الدولة المصرية ما تعرفش مواطنيها كان في مواطنين الاكثر احتياجا والفقراء كانت الدوله سايباهم للجماعات المتطرفه وعلى راسهم جماعه الاخوان حتى ولو بالجمله خالص فكانت سايبه هؤلاء لهذه الجماعات هذه الجماعات كانت بتشكلهم بتصيغ افكارهم بتاخد اصواتهم مقابل الزيت والسكر والحاجات ملت فراغ كويس امتى اتملى الفراغ في 2013 بعد الاخوان ما مشيوا اترفعت تقارير للمجلس العسكري بانه هناك كارثه يمكن ان تحدث خلال الشهور القادمه في ملايين الاسر كانت هذه الجماعه وجماعات اخرى تتولى الانفاق عليها تتولى مساعدتها تتولى اعالتها فالاخوان مش موجودين فلمن يعني آه ستقول مسؤوليه هذه الاسر وهنا دخلت الدوله المصريه مبكرا حتى قبل ما يتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 انها تبحث عن هؤلاء لما ال وصل من 2014 لحد 23 كانت في تجربه خلت الدوله المصريه عارفه مواطنيها. فكانت واقفه بقوه وراء التحالف الوطني للعمل الاهلي. فالتحالف الوطني للعمل الاهلي هو سد هذه الفجوه اللي احنا ما كناش عارفينها، انت المثقفين كنا الناس تقعد تتكلم عن المواطنين والفقراء لكن لا احد يعرف الفقراء. في حد قال لي حاجة قال لي إنه مصر اللي طلعت في التصويت ده إحنا مش مكنش عارفينها مش شفناهاش قبل كده لأنه فعلا هم ما يعرفوهاش كويس يعني مصر الناس اللي طلعت دي ناس كتيرة ما كانتش تعرف إن الناس دي موجودة لكن الدولة كانت عارفاهم المرة دي ولما خرجوا هم خرجوا للدولة اللي وصلت لهم وعرفتهم واديتهم وكانت بترعاهم بشكل كبير جداً ولذلك انا ما بنزعجش مثلا لما تيجي فئه تقول لك احنا سياسات الاصلاح الاقتصادي اضرت بينا هي اه اضرت بيك بس افادت فئه كبيره جدا كانت محرومه ومعدمه ولذلك لما تيجي تقول انه المشهد ده مشهد مصنوع هو اه مصنوع بس بشكل ايجابي يعني الدولة المصرية فضلت تدعم في هذا الاتجاه لحد صنع بتفاعلات تفاعلات يعني هنا ايه او هو جوه المجتمع مشهد طبيعي كويس ولذلك تلاقي في آه لما لما في السويس تحديدا يعني في كان في اقبال في السويس وبدون تحفيز او بدون ادوات تحفيزيه وانا راجل حكايه الادوات التحفيزيه دي للتصويت مم بدون مم تحفيز والناس اللي رصدوا الاقبال في السويس كانوا مستغربين لانه السويس شعب يعني عارف ايه آه آه عنده اعتاد وطبعا وموقفه السياسي وبتاع مش عارف ايه فان خروج اهل السويس تحديدا ده ليه دلالة كبيرة جدا أنه الدولة بقت حاضرة وحاضرة بموقفها الكبير بتاع موقفها من الحرب والتهجير والبتاع لأنه بتوع السويس تحديدا أكتر ناس أضيروا من مسألة دي التهجير. هي أكتر مدن دائدة ده كويس فهنا الدولة حاضرة ده, ده, رقم واحد فاكتمال الدولة المصرية هو اللي أدى إلى أن يخرج هذا المشهد بهذا الشكل دي نقطة النقطة الثانية والمهمة كمان بقى انه الدولة يعني تخلصت من العقد السياسية التقليدية المعتادة اللي هو ايه؟ كان زمان تحس الناس عندها بطحة فيقول لك انه الأحزاب بتطلع الناس للانتخابات. والمجتمع المدني بيطلع الناس للانتخابات. أنا عايز أقول لك إن بالقانون لابد أن يخرج المواطنون للانتخابات ولو إجبارًا. لأنه القانون اللي بيقول إن اللي مش هيصوت هيتغرم فإذا عدم عدم التصويت جريمة. فلما بتيجي الدولة بمكوناتها بقى وبمؤسساتها تعمل تحفيز لإخراج المواطنين عشان يصوتوا فهذا دور أصيل من أدوار الدولة فما يجي يقول لك أنت بتحشدوا الناس وبتطلعوا الناس وبتخرجوا الناس لا ده, ده الدور الطبيعي دي الناس فعلاً ما تعرفش يعني ايه مشهد انتخابي في الخارج أه انا حضرت الانتخابات الامريكيه او بالتحديد في سنه من السنوات ما كان سابق على الانتخابات الامريكيه وتعمدت ان انا جزء من الوجود بتاعي ان انا اشوف المكاتب بتاعه المرشحين الديمقراطيين والجمهوريين وتشوف ازاي عندهم المتطوعين اللي بينزلوا في الشوارع بيروحوا المقاطعات ويقعدوا مع الناس ويقنعوهم مش بس بالذهاب للصندوق في مشهد ده مشهد, مشهد في الانتخابات الاسرائيليه نتنياهو لما كان بيدخل على الناس بيوتهم بالميكروفون عشان يخرجوا يصوتوا. الاهم من ده ايه بقى؟ انه انا قبل هذه الانتخابات كانت هناك بيانات متتاليه من كل الاحزاب المصريه ومن كل الجمعيات الاهليه ومن كل التجمعات لمطالبه الرئيس السيسي بالترشح. اذا بدأتاً كده انا عندي ملايين المصريين اللي طالبوه بالترشح. طيب هيطالبوه بالترشح وهيصوتوا ليه؟ عندي الاحزاب، عندي مستقبل الوطن، وعندي حومه الوطن. وعايز اقول لك انه الـ الـ يعني الحزبين دول رابحين كبيرين من الانتخابات من الانتخابات الرئاسية دي، الحزبين دول تحديدا. هتش... هتشرح لي رابحين ايه ار... إيه ار... ار... اه طبعا هستأذن هطلع لفاصل في السريع. فد. ونرجع يعني بيبقى سهل جدا على ابناء المهنة ان هم يتعاملوا مع بعض جوه البرنامج. <applause> هروح للفاصل ونرجع فورا مع كتابنا الصحفي الكبير دكتور محمد الباز، لو سمحتوا استنونا. اهلا وسهلا بحضراتكم وكل الترحيب بضيفنا العزيز كاتبنا الصحفي الكبير دكتور محمد الباز وكنت بقى بقول ايه؟ انه انا هحتاج افهم منك المعارضه ممكن تكسب ايه من هذه الانتخابات؟ ان ارادت انها تكسب المعارضه كلها عشان كده انا حتى حددت قلت انه اللي ما وقفوش مع الاستاذ فريد زهران فعلا خسرانين وبيعملوا شق في جدار المعارضه دون سبب الدوله الدوله المصريه فتحت بابا حصلت منه المعارضه على شرعيه على الارض المصريين كانوا لا يثقوا في المعارضه وكانوا شايفينها معارضه كرتونيه ممكن الاعلام ساهم في ده النظام في اوقات قبل كده ساهم في ده كانت المعارضه لا تحظى بثقه الناس النهارده فتح باب في هذه الانتخابات ان المعارضه كسبت شرعيه على ارض الواقع بقى في عندي رئيس حزب الفلاني بيطرح وجهه نظره رئيس حزب العلاني الذين الل الذين يعني انفصلوا عن فريد زهران هم اللي خسروا صح بشكل كبير واعتقد النهارده هم ممكن يكونوا حاسين بهذه الخساره لازم تعاد الحسابات الا الا اذا هو شايف انه وظيفته انه مش يبقى معارض للدوله انه يبقى مناكف ومناوئ للدوله وده دوره وده رزقه وربنا يبارك له كويس يعني والامر لله فهو الله. اختار لانه هنا الدوله قالت تعالوا نعمل اصطفاف وطني الاصطفاف الوطني بالمناسبه مش معناه انه كله مؤيد لا احنا كلنا بنبقى في اصطفاف وطني المؤيد والمعارض هي ارضيه واحده بنختلف في اتجاهاتنا وهنختلف اه فما يقول لك ايه اصل الدوله بتدعو لاصطفاف وطني هم عاوزين الناس تبقى كلها شكل بعض لا هو بيقول لك اصطفاف وطني مش اصطفاف حكومي او اصطفاف لا اصطفاف وطني، صح. فانا وانت مختلفين في اشياء كتير جدا بس في احنا على ارضيه واحده لما البلد دي ممكن تتعرض لخطر ايام الاخوان وايام دلوقتي في الموضوع فاحنا واقفين ممكن ابقى ايدي في ايدك واحنا واقفين في, في في يعني في مسيره او في وقفه و و ونبقى يعني على قلب رجل واحد واحنا مختلفين. هم لم يفهموا مساله الاصطفاف الوطني بهذا الشكل لانه لسه انه هذه الدوله المصريه في في عهد بالنسبه لي، وهو رجل الحقيقه يعني انا تأيدي وانتمائي له بلا حدود. قدر يطهر الدوله المصريه من ركس سياسي كبير جدا انه الاقتراب من الدوله عيب، وانه مناصره الدوله ما يصحش، وانك تبقى ايه بتأيد الدوله بس تقول والله بص اصل انا مختلف معاها شويه بس يعني هنعمل ايه؟ لا, لا يعني مش يعني انت هنعملية. اصبحت انا بقول لك اصبحت هناك من يؤيد الدولة وهو يعرف أنه هذا أمر لعب فيه على الإطلاق لأنه هنا الدولة تخلصت من ركس سياسي كبير جدا كان هذا الرجل النهاردة مثلا في خطابه آآ الرئيس الوحيد الذي يعلي من قيمة العمل طول الوقت في كل يعني هو النهاردة شكر الشعب المصري لكن قال إيه في جملة العمل آه. دي, دي جمله مهمه جدا قال بقى لو انت آه. فاكر قول يعني وانا بطلع لا هو بقى. هو هنا انا 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 بصر على كلمه إيه؟ استخدم كلمه العمل إحنا العمل يعني بنواصل العمل اه كويس ولو ولو قدامك الخطاب نصا لان دي جمله مهمه جدا آه. ليه جمله مهمه آه لانه من اول ما ظهر من اول ما ظهر في الحمله الانتخابيه بتاعته في 2014 قال لا املك الا العمل ولا اطلب الا العمل صح كويس؟ أوه. في كل خطاب يعلي من قيمه العمل فلما يجي يقول لك ان الدوله لازم تتعب عشان تبنيها فهو راجل بيتسق مع خطابه. كويس؟ حلو. كان يمكن ببساطه شديده جدا ان يعد الناس ال 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 الان تحديدا بانهار ال يعني اللبن والعسل. اللبن والعسل. لا هو بيتكلم لسه على الشغل لان الدول لا تبنى الا بالعمل. خليني اقول لك الحاجه المهمه عشان وقتك ما يسرقناش لا لا بالعكس طيب اهي الجمله اللي انت عايزها أيوة. ولا املك في مهمتي التي كلفتموني بها أيوة. سوى العمل بكم أيوة. ومن اجلكم لا ادخر جهدا ولا كده. اسعى سوى لارضاء الله تعالى وتحقيق امالكم طيب وتطلع. راجع 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 الخطاب الرئاسي المصري من ايام محمد نجيب و وعبد الناصر والسادات ومبارك لا يوجد رئيس مصري اعلى من قيمه العمل في خطابه الرئاسي الا في الفتاح فقط. <applause> فقط يعني تراجع فتلاقي الدنيا ايه؟ يعني الناس اه نبقى كويسين وبتاع ومش عارف فاكر انت زمان المنحه يا ريس ما أنتوا عارفين لا لا خالص. ليه؟ لانه في دوله محتاجه تتبني. طيب انا عايز اختم بايه؟ في اللي جاي وهذا بقى كلام يعني آه يعني آه رساله الى الرئيس من مؤيد له بشكل مطلق الحقيقه لانه انا مشروع الدوله المصريه وانت عارف انا كان موقفي من من الاخوان عامل ازاي صحيح ف هذا هذا الرجل وقف الى جوار الشعب المصري للتخلص من هذه الجماعه وهذا الفكر فانا تايدي له من اللحظه الاولى بلا حدود وحتى هذه اللحظه احنا محتاجين مش تغيير وزاري احنا محتاجين آآ آآ ثوره في اختيار الحكومه القادمه اتفق معك. اتفق معك في اختيار الحكومه القادمه بشكل كبير الحكومه دي ادت ما عليها و... ولم تدخر جهدا ويعني نحتاج ان نشكرها لكن لا نستطيع ان نغفر لها الاخفاقات اللي حصلت حتى خلال السنين اللي فاتت رئيس في اول مره قابل الاعلاميين والصحفيين انت كنت موجود اه او كنتش موجود في هذا اللقاء أغسطس قال 2014 قال حاجه مهمه جدا قال احنا عندنا تحديات في الخارج وتحديات في الداخل انا هشيل تحديات الخارج صح وانتوا عليكم ونتو عليكم الداخلية. تحديات الداخل وكان قصده انه الجبهه الداخليه تظل متماسكه كويس فنوضح ونقول ونشرح الحكومه الحكومه هذه الحكومه خذلت نظامها عندما كان النظام يواجه الخطر القادم من الشرق ويتصدى لمؤامره التهجير وخلقت عدد من الازمات اللي ارهقت الناس انا بعتبره ازاي؟ يعني انت في بعض الازمات في السلع في حكايته بتاع وكانت الحكومة, كان يمكن أزمة تتصر أزمة الحكومه يمكن ان تتصرف كانت الحكومه يمكن ان تتصرف فهمتك فانت بتتكلم المشهد الختامي للحكومه الحقيقه يخلينا اقول انه احنا محتاجين تغيير ثوري وشامل فيه الحكومه وده ده تحدي بالنسبه لي نقدر نتكلم بعده عن ملفات كثيره جدا لانه خلي بالك الدوله المصريه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي هي تستكمل ما بدا يعني يعني طيب هنا في الحته دي عشان آه. دي حتة فعلا مهمه يعني اتفضل وانا فعلا بستاذن النبي كريم كريم رمزي والنبي ساعة صدره كريم سيب لي كام دقيقه كمان انا بشوف انه الحكومه دي في اطار المعطيات بتاعت كل الظروف زائد انه دي حكومه التكنوقراط هيفضلوا يتصرفوا كده. لانه البعد السياسي في اغلب الاحوال غائب. وبالتالي ده اللي هيخليني اسال في رايك احنا محتاجين على الاقل شيء من المزج ما بين حكومه السياسيين وحكومه التقنيين او انه اجيب الحكومه سياسيين ويبقى في عندي الوكيل الفرود وكيل الوزاره الفرود. اللي هو عارف يعني ايه الوزاره بدولابها بتقنياتها فيبقى الوكيل ده هو التكنوقراطي اللي موجود وهو لصيق في الوزير طيب. اما الوزير فهو بتاع سياسه طيب احنا كريم هي, هي صدره كريم التاسع. حبيبي هيت هيتسع. صدره هيتسع طيب ان شاء الله خليني اجاوب على السؤال ده بمرور سريع على رؤساء الحكومات في مصر من بعد 30 يونيو أوه. 2013 بعد 2013 في انفجار حصل في مصر كانت شخصيه دكتور حازم الببلاوي مناسبه جدا مم. هذا الهدوء الشديد في ملفات معقده في اعتصامات موجوده فكان لابد ان يتصرف بهذا الهدوء الشديد لما تم فضل الاعتصام وهو الى اخره كان فيه حركه حركه الاخوان عاملينها ما كانش رئيس الوزراء على قدر هذه الحركه يعني هم بيعملوا حاجات ونشاط ومش عارف ايه بتاعه كان بيتعامل بهدوء فجبنا فجي وقتها تم اختيار رئيس وزراء يعني اطلق عليه بلدوزر المهندس ابراهيم محلب اللي هو ايه في الشارع طول الوقت الله فبقى الله. نشاط نشاط الحكومه سريع مخلي مغطي على او موازي ليه اللي كان بيعملوه الاخوان لما جينا في 15 وهنا بقى الحقيقه يعني هذه مناسبه يعني انه احنا نرسل بتحيه ليروح هذا الرجل الله يرحمه. في الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه 15 ل 18 كويس والعاملين في دولاب الدوله المصريه يعرفوا انه الفتره دي حصل فيها ايه لما جه الدكتور مصطفى مدبولي دكتور مصطفى مدبولي رجل الحقيقه يعني شديد الاحترام شديد الاحترام جدا. وتجربته يعني تجربته هذا الرجل يعني واصل الليل بالنهار في العمل لكن انت بتتكلم على دوله خلينا استخدم التعبير اللي هو يبقى محايد. انت بتتكلم على دوله ورئيس يستحق حكومه اكثر كفاءه من ذلك. كفاءه ولا حنكه؟ بص اصل هي المساله على بعضها هي المساله مم. على بعضها نقول كفاءه نقول حنكه في الاخر هي الكفاءه بتلم الحكايه كلها. هو ما بيقول ايه اختم بس انا يمكن في الحته دي بس هحتاج المزيد من الايه ان احنا نضغط في النقطه. كفاءه هي كفاءه، الحنكه هيبقى فيها حضرتك يعني استاذ لغه عربيه ما بين الخبره والسياسه هي, و... هي, هي, هي هي حكومه على درجه عاليه من الكفاءه وعلى درجه عاليه جدا من الخبره في ملفاتها لان انت كنت بتبني الدوله. آه. كويس؟ ما هو ده اللي انا بقول لك انت انت هنا بناء الدوله تم. آه. انت داخل على مرحله بعد اللي عملته في غزه وبعد فانت بقيت قوه اقليميه ضروري ان يكون هناك حكومه قادره عن التعبير عن الدور المصري والقوة الاقليميه المصريه في الفتره القادمه يعني انت تنصح بحكومه سياسيين آه انا في في هذه في هذه الفتره, الفترة اللي جايه او يعني اذا حصل ان الحكومه بص ده جدل دائر من زمان تكنوقراط ولا طبعًا. بتاع. ولا يوجد مانع من ان يكون الوزير سياسي ومعه مساعدين تكنوقراط آه. في النهايه آه. لكن انت محتاج هذه هذه الجمله يمكن ان تترجم كما تترجم على الارض آه. لكن انت تحتاج الان الى حكومه تكون معبره عما حققته من مكتسبات دورك الاقليمي اللي موجود وبعدين قد تكون هذه الحكومه ارهقت بالفعل يعني تعبت بالفعل وارد يعني ان احنا امام امام رئيس يعني نحمد الله عليه يعني لا يكف عن العمل يعني <applause> واحنا احنا يعني بنبارك الصحة. بنبارك لنفسنا بفوز الرئيس في سيسي الحقيقة يعني يعني هذا هو التعبير الدقيق يعني نبارك لانفسنا نبارك لانفسنا فوزه في الله. الانتخابات الرئاسيه نورتني وشرفتني شكرا. واسعدتني وهنكمل كلامنا واحنا بنتمشى وانا فعلا كنت عايز نقعد حبتين زياده بس احنا فعلا سأ... انا شكرا. سرقت من شكرا كريم شكرا, حب كريم. حلوين يعني. شكرا كريم كل الشكر ليك يا دكتور نورت وشرفت كاتبنا الصحفي الكبير الدكتور محمد الباز رئيس مجلس اداره وتحرير الدستور وللحديث بقايا كثيره مش بس بقيه انا ادعوكم لقراءه نص كلمه الرئيس تاني اقروها تاني وهنشوف حاجات كتير وهنتكلم فيها تاني بكرة لو كلنا العمر في نفس المعاد إن شاء الله أستأذنكم أنا بقى وطير وكيمو يروح داخل وبقول لك يا كيمو لا تحزن الأهلي لعب ماتش حلو مع إني زملكاوي بقول لك والله أنا في رأيي الأهلي لعب حلو جدا وإحنا ميت فل و وآخر عظمة وحالا كريم داخل وبرنامجه رقم عشرة أما لو كلنا العمر إن شاء الله نقابلكم بكرة في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة وإك... صح يا عمر سلامات